بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي وأبنائي المحامين، انعقدت اليوم الجمعية العمومية لنقابة القاهرة، والتي وافق على إنشائها مجلس النقابة بجلسة 28/11/2020، والتي تضم القاهرة الجديدة، حلوان، شمال القاهرة، جنوب القاهرة. وكان لزاما أن يتم عرض هذا القرار على الجمعية العمومية الممثلة لنقابة القاهرة. عرض اليوم هذا القرار في جمعية عمومية للنقابة الجديدة، والتي تضم، قلنا، القاهرة الجديدة وعدد أعضاء الجمعية العمومية فيها 13422. حضر منهم لإبداء الرأي 144. حلوان الجمعية العمومية 9392، حضر منهم لإبداء الرأي 52. شمال القاهرة 26309، حضر منهم 398. جنوب القاهرة 13141، حضر من الجمعية العمومية 214، إجمالي الحضور 808، ولم يكتمل نصاب الجمعية العمومية، فبالتالي يعتبر رفضا لقرار مجلس النقابة بإنشاء نقابة القاهرة. وتظل النقابات الأربعة على القاهرة الجديدة وحلوان وشمال القاهرة وجنوب القاهرة نقابات فرعية تمثل دائرة محافظة القاهرة. وشكرا. فيما يتعلق بالجيزة، أصدر المجلس أيضا قرارا بإنشاء نقابة الجيزة، والتي تضم شمال الجيزة وجنوب الجيزة. شمال الجيزة عدد أعضاء الجمعية العمومية 12968، حضر منهم 151. جنوب الجيزة 20881، حضر منهم 311، وبالتالي لم يكتمل النصاب، ويعتبر ذلك رفضا لقرار مجلس النقابة بإنشاء النقابة الجديدة، هي نقابة الجيزة. وتستمر نقابة شمال الجيزة كما هي وجنوب الجيزة كما هي بعد انعقاد الجمعية العمومية اليوم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.